تمكنت الضبطية القضائية لأمن الحضري الخارجي 11 علي مجلي أمن ولاية قاسم طينا من توقيف عصابة أحياء مكونة من 8 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 33 سنة لتورطهم في قضية إنشاء وتنظيم عصابات الأحياء والإشراف على قيادتها وتنظيمها والانخراط فيها. المشاجرة والمشاركة أدت إلى تبادل أعمال عنف عمدية باستعمال أسلحة بيضاء ظاهرة مع خلق جو من انعدام لا أمن في أوساط الأحياء السكنية بغرض السيطرة من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الغير وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر مع إخلال بالنظام العام والتحطيم العمدي لملك الغير مع حيازة أسلحة بيضاء ومصنفة ظاهرة لتحويلهم إلى مقر المصلحة لاستكمال الإجراءات اللازمة. بعد الانتهاء من الإجراءات التي تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين تم تقديمهم أمام النيابة المحلية.